عايز اسقف للرئيس، علم على وزير الداخليه ومساعديه. عارف الكلام ده بيوجع ناس كتيره جدا، وناس كتيره جدا هتهاجمني وكده، بس الرئيس بيقول لهم ايه؟ ان في الكليات الحربيه في ثلاث ورديات، كينج والبرينج والشينج، الطلبه بيقفوا ال 24 ساعه يا فندم. طيب ليه الرئيس علم على وزير الداخلية؟ إذا كنت يا سيادة الوزير أنت فاشل في أن أنت توفر حماية لمنشأة بتاعتك، فإزاي بتوفر لنا احنا الحماية يا سيادة الوزير؟ قالوا عنك أنك بتقول أنه ده الفيديو اللي سبب قعدك في البيت، ما تعليقك؟ مين اللي قال؟ الناس، الميديا، السوشيال ميديا، كواليس الإعلام، كواليس مدينة الإنتاج الإعلامي. أنا مش قاعد في البيت، يعني مش بتشتغل في الإعلام. أنا مدير تحرير الأهرام. طبعا غني عن التعريف. مش قصدي، إذا كنت بقدم برنامج فأنا حاجة تانية جنب شغلي. ولا يستطيع أي حد في يعني قصدي ما بتقدمش برامج دلوقتي على الشاشة. إنما لا وزير الداخلية ولا من هو أكبر من وزير الداخلية قادر على أنه يقعد أي صحفي أو إعلامي في بيته. لأن الموهبة في الآخر أكبر من أي وزير داخلية في مصر. تمام. إنما قيل تمام، وصلني بشكل أو بآخر إنه الفيديو ده أغضب وزارة الداخلية مش وزير الداخلية، ما أعرفش أغضبهم ليه. إنما حضرتك الرئيس رايح بيفتتح الأكاديمية الجديدة بعد الوزارة ما اتنقلت فيها، فاكتشف إن في 2000 واحد بيحرسوا الأكاديمية، فقالوا ده لا يجوز، ما إحنا كنا نقلينها ليه من وسط البلد لهنا. أستاذ أسمع الحاجة التانية، الملاحظة إن الإقسام في حتت شديدة الحساسية في مصر واخدة نص الشوارع قافلاها، واخدة نص الكباري قافلاها، مصلحة السجون في منتصف القاهرة. طيب. أخلص بس دي علشان